أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منشيت اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. حلقة الليلة نناقش فيها القطاع الخاص ودوره في التنمية. لا شك أنه أي دولة في العالم تسعى بتطوير وتنمية اقتصادها، ودولة الكويت تعتبر من أولى الدول التي أولت قضية التنمية جل اهتمامها ووضعت تطوير اقتصادها وتنويع دخلها في المرتبة الأولى. وحول هذا الموضوع معنا اليوم بالاستوديو الدكتور أنور الشريعان، استاذ علم الاقتصاد بجامعة الكويت. دكتور أنور حياك الله معنا. الله يحييكم. دكتور، في البداية لما نتكلم على المشاريع التنموية، عن خطط تنموية، دائما تصب بأن هذه المشاريع والخطط تكون قادرة على تحويل أي دولة إلى دولة، إلى مركز استثماري ومالي. دولة الكويت الآن كيف من خلال المشاريع التنموية أن تتحول إلى مركز مالي وتجاري؟ طبعا لازم نوضح بعض الأمور عشان نفهم ما هي المشاريع التنموية أو ما هي الخطة التنموية. عادة الدول يكون لها رؤية والحكومة تكون لها رؤية أن الاستدامة في النمو الاقتصادي أو ما نسميه احنا التنمية الاقتصادية. والتنمية الاقتصادية هي ارتفاع مؤشرات كثيرة في الحياة، منها مؤشرات اقتصادية، منها مؤشرات لها علاقة في الصحة، في التعليم، في البيئة. فهي يعني مؤشر أو نتيجة تنمية. إذا إحنا كان عندنا خطة للتنمية الاقتصادية، نتيجتها يرتفع مستوى المعيشي للكل في هذه الدولة في كل المجالات. أوكي، فهذه قضية. قضية ثانية، شنو دور الدولة في المشاريع التنموية أو في خطة التنمية وما هي المشاريع التنموية؟ دور الدولة بشكل أساسي في الخطة التنموية أو في تحقيق رؤية تنموية أن تقوم بدورين أساسيين. الدور الأول هو البنية التحتية، تكون عندك بنية تحتية تستطيع أن تستحمل وتخدم مشاريع تنموية واقتصاد مركز مالي أو مركز تجاري اقتصادي في هذه المنطقة. مثلا نتكلم عن مطارات، نتكلم عن طرق، نتكلم عن مصادر الطاقة، نتكلم عن الأمور هذه. القضية الثانية نتكلم عن القوانين والبيئة القانونية الجاذبة للاستثمارات والتنمية الاقتصادية. ينحصر دور الحكومة في هذا الجانب. فالحكومة أن تخلق بيئة جاذبة للمستثمر، سواء مستثمر محلي أو خارجي، لبناء مشاريع تنموية. يعني شنو المشاريع التنموية أو اللي ممكن أن تستهدفها الكويت؟ في كثير من المشاريع اللي ممكن تستهدفها الكويت، ولكن يجب أن نبحث عن اللي لنا يكون لنا في ميزة نسبية. يعني مثلا ما ينفع ان احنا نفتح مصانع بالكويت او صناعات في الكويت اقتصاديه تعتمد بشكل اساسي على العماله، لان العماله بالكويت اما احنا عندنا اذا نبي نستورد عماله فنيه جيده راح تكون مكلفه جدا بالكويت، وما عندنا عماله محليه تستطيع ان تعمل مثلا في المصانع باجور جيده، فبالتالي ما اقدر ننافس الدول الصناعيه اللي لديها ميزه في العماله. إذا نتكلم عن تكنولوجي مثلا، إلى الآن إحنا ما عندنا تكنولوجي إنما تكون عندنا الصناعة مالتنا تكون تستخدم أيادي عاملة قليلة، وبالتالي يجب أن نستورد التكنولوجيا. ولكن عندنا ميزات أخرى، أنت عشان يكون عندك تنمية اقتصادية ما بالضرورة تكون مصنع أو عندك صناعة، ممكن الآن تقدم خدمات. يعني أنت الحين لو تشوف ببساطة عشان سهل للمشاهدين، لو تشوف أنت فاتورتك الشهرية راح تدفع أنت يمكن 70 أو 80% من مصاريفك على خدمات. يعني خدمات مثلا التعليم خدمة، مثلا خدمة الاتصالات خدمة، خدمة تصليح سيارة، حتى خدمة الصالون، خدمة الحلاق، هذه كلها خدمات اللي هي ما هي سلع. الخدمات المالية، البنوك غيرها. فبالتالي تبحث عن تكون قطاع خدمي للمنطقة. فمثلا ممكن تكون الكويت منطقة لوجستية، وهذا ما قام في حضرة صاحب السمو في الاتفاقيات الأخيرة مع جمهورية الصين، أن نكون إحنا على طريق الحرير وحزام الحرير، وبالتالي نكون إحنا منطقة لإعادة تصدير وتكون منطقة انطلاقة بين الشرق والغرب، وعندنا ميزة استراتيجية مهمة في هذا الجانب. كذلك حضرة صاحب السمو في زيارته إلى أمريكا أيضا وقع بعض الاتفاق، أو كان في لقاء مع مستثمرين الأجانب الأمريكان ودعاهم للاستثمار المباشر في الكويت. فبالتالي المطلوب أن احنا نخلق بيئة جاذبة للاقتصاديات العالمية، بحيث تستخدم الكويت كمنطقة خدمات اقتصادية، سواء لوجستية، إعادة تصدير، خدمات مالية، خدمات تجارية، ونحقق التنمية الاقتصادية في هذا الجانب. يكون عندنا مصدر بديل للنفط في هذا الجانب. نعم دكتور، يعني الآن من خلال كلام حضرتك أن يجب خلق بيئة
تكون هي مهيئة لتطبيق الخطط التنموية نعم. وحتى المشاريع نعم. ولكن السؤال بحد ذاته خلق البيئة بحد ذاته هل يحتاج إلى خطة معينة ولا أن هذه الخلق البيئة تحتاج إلى عوامل أيضا تكون إقليمية تحيط في المنطقة؟ شوف الآن أكيد استقرار المنطقة إقليميا مهم جدا لأي اقتصاد في العالم نعم. أوكي؟ ونتأمل أن يكون في استقرار في الفترة القادمة. هذه قضية. قضية ثانية الكويت لديها ميزة في المنطقة استراتيجيا غير موجودة في كل دول المنطقة. الكويت هي الدولة الوحيدة التي على الأقل لديها الحد الأدنى من العلاقات الدبلوماسية مع الجميع بدون استثناء نعم. الكويت الدولة الوحيدة التي ليس لديها مشاكل حقيقية مباشرة مع أي دولة في المنطقة، فبالتالي المستثمر لما يكون بالكويت ما يخاف على فلوسه وما يخاف على تجارته مع أي دولة داخل المنطقة. فهذه الميزة يجب أن تستثمر من قبل الحكومة الكويتية. الآن دور حضرة صاحب السمو في ترسيخ هذا الدور الكويتي كدولة ذات علاقات طبيعية ومقبولة مع جميع المنطقة يعطيك بيئة اقتصادية جيدة للحكومة، وبالتالي يجب على الحكومة أن تستفيد من هذه الميزة اللي ما هي موجودة في المنطقة، وهذه الميزة التي تعطيك أفضلية على كل دول المنطقة. صدقني يعني أنا ما أبي أسمي دول في المنطقة، ولكن إذا إحنا قدرنا نوفر البيئة اللي إحنا راح نتكلم عنها التفاصيل الأخرى، البيئة القانونية أوكي، البيئة القانونية والبيئة خلينا نقول التنظيمية الجيدة للمستثمر الأجنبي، الكويت ستكون يعني أفضل بدرجات كبيرة من أقرب منافس لنا في المنطقة. أوكي يعني لدينا قضاء مستقر ومستقل، وهذه كثير من المستثمرين دخلوا في دول في المنطقة وما قدروا يطلعون. الكويت عندك أمان في هذا الجانب، القضاء الكويتي يعني يصدر أحكام حتى ضد الحكومة، فبالتالي المستثمر لما يأتي يكون مطمن. مثل ما قلت لك العلاقات الجيدة مع المنطقة، فالحكومة الآن يجب أن تستمر في إعادة بناء البنية التحتية سواء مطارات ومثلا أيضا الاستمرار في المترو وفي القطار الخليجي. يعني يجب أن نوفر البنية التحتية لما إحنا نبدأ في تشغيل منطقة الجزر أو جزر الحرير وكذا في جزيرة بوبيان تكون البنية التحتية كاملة، فالمستثمر لما يجي يقدر يشتغل من أول يوم ويكون لنا دخل لدولة الكويت وخلق يعني فرص وظيفية لأبنائنا في الفترة القادمة. هذا الدور مطلوب الآن من الحكومة أن تسرع يعني عجلة العمل بشكل أساسي في استكمال البنية التحتية ومشاريع البنية التحتية، والجزء الآخر التعاون مع مجلس الأمة في إصدار القوانين الجاذبة واللي ما يكون فيها مجاملة، وهذا يجب أن نفصل فيه يعني بتفصيل كثير مع مجلس الأمة حساس نقدر إحنا ننطلق للمرحلة القادمة. دكتور يعني الآن كل خطط التنموية في دول العالم لابد أن تواجه بعض العراقيل أو الصعوبات اللي تواجهها. على سبيل المثال يعني دولة الكويت الآن في هذه الخطة المستقبلية التي بدأت من 2010 موضوع 2035 وهي كويت جديدة، أكيد الخطة قد هناك سياسة معينة في تنفيذها وأيضا هناك في الحسبان بعض العراقيل. على سبيل المثال يعني الكويت دولة تعتمد على مدخولها بنسبة أكثر من 90% على موضوع النفط. موضوع التذبذب في أسعار النفط هل ممكن أن يؤثر بتأثير مباشر على تطبيق الخطة المستقبلية؟ وكيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ خلنا نرجع حق أول شيء اللي 2009 الخطة اسمها خطة التنمية، هي ما هي خطة التنمية وأنا أرفض تسميتها خطة التنمية، هي خطة لبناء البنية التحتية كما هي خطة التنمية. إحنا الخطة اللي عندنا الآن خطة التنمية هي رؤية جزيرة مدينة الحرير والجزر لرؤية 2035 نعم. أوكي هذه الرؤية الاقتصادية. لما نتكلم عن رؤية اقتصادية أو رؤية تنموية تكون واضح يعني فيها أطر واضحة، وعلى الدولة أو الحكومة أو الأجزاء اللي داخل الدولة أن تهيئ البيئة لأجل هذه القضية. الآن إحنا عندنا ميزة وعندنا عيب. العيب أن إحنا نعتمد مثل ما قلت حضرتك على أسعار النفط وعلى النفط، فبالتالي إحنا مصيرنا الاقتصادي ومستوى المعيشة الاقتصادي لهذه الدولة مرتبط بشيء أنت مو بيدك. إحنا ما نقدر نتحكم بأسعار النفط لا صعودا ولا هبوطا نعم. فبالتالي لما انهارت أسعار النفط قبل 3 و4 سنوات شفنا شنو صار بالكويت بالضبط. لا الحمد بعد ما رجعت الأسعار إلى 70 دولار يعني بين 60 و70 هذا رقم مريح بالنسبة للكويت تقدر تعايش معه وتقدر تخطط وتقدر مع رقم اللي بين 65 و75 نقدر ننفذ أي خطة تنموية طامحة نريد أن تحققها. فبالتالي وأنا أعتقد خلال 3 أو 4 سنوات ما عندنا مشكلة مالية. هذه قضية. قضية ثانية الميزة اللي موجودة بالمنطقة ويمكن موجودة عند أي دولة بالعالم، إحنا الدولة الوحيدة في المنطقة اللي لديها ملاءة مالية عالية جدا جدا جدا، وضعنا المالي ممتاز جدا ولا نقارن بأي دولة بالمنطقة. هذه أول قضية. القضية الثانية
تقييم المؤسسات المالية العالمية للكويت تعتبر من المناطق الآمنة جدا للاستثمار، وبالتالي الميزة هذه يعني سجلنا عندك عيب، لكن عندك ميزة أكبر تقدر تستخدم هذه الميزة وتحقق أنك مشاريع وخلينا نقول مصادر أخرى للدخل، تحقق تدخل لك أو تقلل اعتمادك على النفط بشكل أساسي. قضية مهمة أيضا أن الآن لما نتكلم احنا ناخذ أغلب اقتصاديات أو يمكن كل اقتصاديات العالم اللي في المراتب الأولى، المحرك الأساسي للاقتصاد هو القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي. نعم. القطاع الحكومي ليس قطاع مهيمن، القطاع الحكومي يجب أن يكون دور يعني الراعي لهذا الاقتصاد، الذي يحمي هذا الاقتصاد، الذي يوفر القوانين والسبل لنجاح هذا الاقتصاد والإشراف عليه ويحاول أنه يذيب أي عقبات ممكن تواجه هذا الاقتصاد، ولكن ليس أن يكون الدور الأساسي. فبالتالي الدور القطاع الخاص بالكويت أمامه معضلة أو خلينا نقول مهمة كبيرة جدا بالتحول من أن يكون قطاع خاص يخدم القطاع الحكومي، لأن الآن 80% من دور القطاع الخاص هو خدمة القطاع الحكومي في المناقصات وإدارة مشاريع الدولة وغيره إلى قطاع يستطيع أن يكون هو محرك للاقتصاد ومستثمر ويقدم مشاريع تنموية. يعني 20% عندنا أو 15% من الاقتصاد الحقيقي بالقطاع الخاص يجب أن يكون هو المهيمن وليس العكس، لأن نموذج أن الدولة هي تكون دائما راعية وأن هي تقيم المشاريع وتطرح المناقصات وغيره، هذا ما راح يستمر للأبد. فيجب أن هناك تغيير. نعم دكتور، يعني الحين مثل ما تفضلت رؤى اقتصادية لكويت جديدة، يمكن الأمال معقودة على هذه الرؤية. برأيك هل هذه الرؤية الاقتصادية المستقبلية تسير وفق ما هي موضوع لها، أم هي تحتاج إلى بعض الأمور التي يعني تحتاج إلى مزيد من شوف يعني أنا من 2009 بدأت نتكلم عن خطة التنمية، و2008 إلى تقريبا يعني فترة قريبة ولم ألتمس جدية الحكومة الكويتية في أن فعلا هناك رغبة وحاجة وهناك يعني في توجه لتنفيذ خطط تصب في مصلحة التنمية وتنويع مصادر الدخل. في البداية كانت في 2009 سنة وبعدين توقف الموضوع. الآن مع وجود الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول وتبنيه وهو صاحب الفكرة، يعني صاحب الفكرة الأساسية أساسا اللي هي فكرة مدينة الحرير والجزر، هو عارف يعني عارف الخطة وعارف شنو يبي بالضبط، وبالتالي إذا قدر الشيخ ناصر صباح الأحمد أنه يدفع الحكومة في هذا الاتجاه ويدفع أيضا الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة في اتجاه إصدار القوانين اللازمة لإنشاء هذه البنية، أعتقد أن احنا راح نشوف يعني الحلم يتحول إلى واقع. ولكن إذا استمرينا في النمط السابق أن هناك مشروع هني بروحه ومشروع هناك بروحه ومشروع ثالث بروحه وما في ارتباط بينهم، ما راح نوصل حق نتيجة. في اجتهاد من الوزراء، بعض الوزراء في اجتهاد من بعض الوزارات والحكومة لتحقيق بعض المشاريع، ولكن مثل ما قلت لك إذا كانت متقطعة وغير متصلة وتحت منظومة واحدة ما لها أي قيمة وقد تكون عبء على الدولة وليس دافع للتنمية. فهذا من الجانب. كذلك يعني يجب أن تعي الحكومة ويعي مجلس الأمة ويعي المواطنين أن في أي عملية تحول اقتصادي مثل الآن اللي احنا مقبلين عليها أو إصلاح اقتصادي يعني يكون جزء منها في معاناة على الدولة، ستعاني، بعض المواطنين سيعانون، القطاعات بعض يعني ممكن القطاع الخاص في البداية يعاني، ممكن الدولة في البداية تحتاج أن تخلق بعض الاستثمارات أو تدين أو تخلق بعض الديون لتوفير المال في البداية، لأن ما في عملية صح من غير ألم. مثل يعني أنا دائما أمثلها لما يكون أنت عندك شخص مريض أوكي وتسوي له عملية لإنقاذ حياته أو لعلاجه بمرض معين راح يعاني، أنت راح تستخدم سكين وراح تخيط وراح يقعد بعد المرض بفترة يتعالج ويحس بألم ويعاني، يمكن يقعد أشهر على ما يوصل لمرحلة أنه يعود حياته الطبيعية ونشاطه الطبيعي. لما احنا نصلح الاقتصاد راح نواجه نفس المشكلة. الآن احنا لما نكون مقبلين على الاقتصاد بهذا الحجم ما ينفع أن يكون عندنا أصحاب شهادات غير متعلمين، الشهادة لازم تكون قدامها علم. يعني بذاك الوقت لما يكون عندك أنت إذا ما أنت كنت مهندس بحق متعلم الهندسة بشكل جيد ما راح يكون لك فرص وظيفية. فالدور الآن على المواطنين اللي يهتمون في التعليم، تعليم للمستقبل. سالفة أن الحكومة اليوم راح تقدر توظف كل الناس، أنا أقول لك من سابع المستحيلات. عدد طلبتنا وعيالنا اللي بالتعليم الحكومي الآن في السنوات العمرية من أول ابتدائي 12 سنة أكثر من عدد الموظفين اليوم بالكويت بالحكومة والخاص. فبالتالي أنت قاعد تتكلم عن أقل من 15 أو يمكن أقل من 10 سنوات
نبي أو 12 سنة راح نوفر لهم فرص وظيفية من وين؟ الحكومة ما راح تقدر. راح نواجه أزمة اقتصادية حقيقية، لأن إحنا من الدول الوحيدة أو القليلة بالعالم اللي النمو الاقتصادي يعني زيادة دخلنا سنويا أقل من زيادة عدد السكان. يعني ببساطة وضعنا كدولة لو ما يعني لو النفط تم ثابت على 75 دولار ولا حتى 100 دولار، وضعنا كدولة مثل واحد مثلا معاشه خلينا نقول 1000 دينار وتزوج واحدة ما هي موظفة، ايش راح يصير مستوى المعيشة؟ يقل، لأن الألف راح يكون هناك عبء. اثنين إذا عنده ولد راح توزع الألف على ثلاثة، إذا أربعة توزع على أربعة، فبالتالي قدرة أو مستوى المعيشي راح يتنازل. وهذا اللي راح ممكن إحنا نواجهه إذا ما بحثنا بجدية أو دفعنا. يعني يجب اليوم أن كلنا نتكاتف كمواطنين وكحكومة ومجلس أمة خلف هذه الرؤية، رؤية حضرة صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالية تجاري، واللي تحتها أتت رؤية الشيخ ناصر أو فكرة الشيخ ناصر في التعاون مع الحكومة الصينية في منطقة الجزر. وبالتالي أن خلال 12 سنة أو 15 سنة نشوف هذا المشروع قائم وتستمر الرخاء الاقتصادي لفترة أطول. بالموديل الحالي النموذج الحالي ما راح نقدر نستمر، دائما راح يكون في تراجع مستمر حتى لو ارتفعت أسعار النفط. لأن عدد سكان الكويتيين قاعد يتزايد مع الزمن. طبعا دكتور هذا يمكن يأخذنا إلى موضوع آخر هو القطاع الخاص. هل الآن القطاع الخاص عليه مسؤولية أن يتحمل هذه الرؤية الاقتصادية لدولة الكويت، وكيف يمكن أن يكون مشارك بشكل فعلي؟ الاقتصاد الكويتي أو خلينا نقول القطاع الاقتصاد القطاع الخاص في الكويت قطاع متميز 100% سواء في المنطقة أو عالميا، وعندنا تجارب ناجحة. شوف مثلا أول يعني شوف تجربة زين لما تحولت منطقة من شركة محلية إلى شركة عالمية. أوكي، وعندنا أكثر من مثال في لما تروح أنت الأسواق الخليجية أكثر مستثمرين الكويتيين، مشاريع هناك تدار من الكويتيين في أوروبا في كثير من الدول. ولكن القطاع الخاص دوره داخل الكويت محدود، لأن بالكويت دائما عندك خيار، دائما عندك خيار أن أنا أعمل أكثر مثلا على المشاريع اللي تطرحها الحكومة كمناقصات، لأن أنا هذا خلينا نقول الربح فيه مضمون 100%، بدل أن أدخل مثلا في مشاريع اقتصادية يكون فيها خلينا نقول ربح وخسارة. فبالتالي لما نفتحنا مجالات القطاع الخاص أعتقد القطاع الخاص قادر أن يتحول سريعا، وشفنا أكثر من حالة يتحول سريعا ويقدر أن ينافس في المستقبل المستثمرين الأجانب. الدكتور أنور، كيف يمكن الكويت أن تكون جاذبة للاستثمار؟ أو يعني خلنا نتكلم الآن، هل الكويت بالفعل الآن دولة قادرة أن تكون جاذبة للاستثمار؟ عندنا ميزتين ما حد عندهم. مركزنا المالي كدولة حكومة الكويت وقدرتها المالية قوية جدا 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 من أقوى دول العالم. أوكي، القضية الثانية استقرار دبلوماسي سياسي في المنطقة، قنوات التعامل مفتوحة مع الدول حتى خلينا نقول بعضها بالحد الأدنى وبعضها بالحد الأعلى، ولكن التواصل موجود التعامل موجود. فبالتالي أي مستثمر يبحث عن هذه البيئة، اللي محتاجينه الطرف الثالث هي القوانين التي تحمي هذه الاستثمارات وتجعلها جاذبة وتطور الاقتصاد وتحمي الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل. يعني يكون قوانين فيها جانبين تحمي سيادة الدولة وكذلك توفر للمستثمر البيئة الكاملة للاستثمار. أوكي، إذا وأعتقد ما قلت لك الحكومة الحالية وفي أكثر من لقاء مع الحكومة الحالية ومع النائب الأول هو على يعني يقع على خلينا نقول إدراك كامل بأهمية هذه القضية. الآن الدور والملعب لدى أن يكون هناك أيضا تعاون حقيقي وصادق من مجلس الأمة مع الحكومة في إقرار هذه القوانين اللازمة. نعم دكتور أنور، في ظل إحنا الاعتماد الآن على النفط وأيضا هناك الرؤية الاقتصادية، برأيك هل ممكن الرؤية الاقتصادية في حال تنفيذها بشكل حسب ما هو موضوع له من خطط وأيضا مثل ما تفضلت من خلال التكاتف ما بين حتى المواطنين والسلطة التشريعية مع الحكومة، هل يمكن أن نستغني في يوم ما عن النفط في ظل وجود هذه الخطة الناجحة؟ الآن أنا أعتقد أن سيقل دور النفط تدريجيا في الاقتصاد، وبالتالي كل ما قل دوره يمكن نوصل إلى 50% أو 40%، وإذا وصلنا لحق 50% 40% سيكون اقتصادنا اقتصاد أكثر استقرارا بالتقلبات العالمية. إذا وصلنا إلى 50 أو 60 أو 40% أعتقد إنجاز، وحتى كان في تقلبات بأسعار النفط ما راح يكون هو السبب الحقيقي أو المؤثر الحقيقي للاقتصاد. هذه قضية. قضية ثانية، مع التحول الاقتصادي الدولة، هذه نقطة مهمة للجميع، مع التحول الاقتصادي الدولة وقامت هذه مشاريع تنموية مثل ما قلت لك سيكون محرك هو القطاع الخاص
مثل ما تروح أنت الدول الأوروبية الأمريكية الآن حتى الصين قاعد تتجه في هذا الجانب. فلما يكون محرك هو القطاع الخاص الفاتورة الحكومية ما راح تكون عالية نفس اليوم، يعني ما راح يكون عندك أنت الوضع الحالي اليوم أن أنت إيراداتك النفطية ما تكفي الرواتب. أنت راح يكون عندك القطاع الخاص هو المهيمن، أو خلينا نقول هو المهيمن على التشغيل والتوظيف بشكل أساسي. أوكي، والدولة لها السيادة وإدارة الدولة بشكل عام. القطاع الحكومي راح يكون قطاع مثل ما قلت لك إشرافي، والجيش والدفاع والقضايا أساسية، ويكون محرك ويحمي المواطن، يحمي المستهلك، يحمي المستثمر. وهذه دور الحكومة أساسا، مو بس أنه يحمي المستثمر، أيضا يحمي المستهلك، يحمي الموظف ويحمي العامل، يحمي المواطن، يضع القوانين التي تعطيك بيئة اقتصادية متكاملة. ما ينفع تاجر ناجح من غير ما يكون في مستهلك محمي، ما ينفع يكون في عندك عامل ما تحميه ويكون عندك إنجاز في العمل. فبالتالي هي منظومة كاملة متكاملة. أوكي، ونصل إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا. نعم دكتور، هل 2035 هذه الرؤية الاقتصادية كافية من التحول الكويتي إلى مركز مالي وتجاري، ولا محتاجين أمور ثانية؟ لا، إحنا مثل بساطة مثل ما قلت لك، إحنا اللي بحاجته إن يعني النفوس تصفى اثنين، ونشيل شوية الحسد، ونقعد على طاولة واحدة، ونشيل الحكي اللي يعني الحكي خلينا نقول الغير حقيقي أو ما له قيمة، أو الحقيقي اللي يعني عندنا جرأة أكثر. إذا تخاف على إذا عندك ولد ويحتاج عملية إنه يتعالج، تخاف إن الدكتور يحط السكين ويفتح بطنه ما راح يتعالج ولدك، راح تخسر ولدك. فيجب إن إحنا نكون يعني الحكومة تشرب حليب إصبع زين، والمجلس يكون أكثر تعاوناً، وإن يكونوا فعلاً يقدرون ويحترمون رؤية حضرة صاحب السمو في الجانب، يقدرون ويحترمون الاتفاقيات اللي سواها صاحب السمو في الصين وفي أمريكا، وإن يكونون داعمين لرؤية حضرة صاحب السمو وإصدار هذه القوانين. أعتقد سنرى شيء متميز وجيد إن شاء الله. دكتور بشكل سريع، من أي باب القطاع الخاص يدخل على تنفيذ خطة التنمية أو بمساعدة الحكومة من خلال القطاعات الاقتصادية؟ القطاع الخاص سيكون من أكبر المستفيدين في خطة التنمية. الآن لما تأتي الشركات العالمية، وشوف كثير من الشركات العالمية بالكويت، أوكي، لما تحتاج بعض الخدمات والمشاريع أو تحتاج بعض الأمور، من اللي راح يقدمها لها؟ مو القطاع الخاص. القطاع الخاص سيخدم هذه القطاعات، مثل ما الآن القطاع الخاص يخدم الحكومة، سيخدم أيضا القطاع الخاص أو الشركات الموجودة. هذا القطاع الخدمي الآن منافسة هناك راح تكون أكبر، فبالتالي لازم يكون أداء أفضل وإنتاجيته أحسن وأسعاره أفضل، بالحكومة منافسة أقل وطريقة المناقصة مختلفة. فبالتالي القطاع الخاص راح يرتفع مستوى في بعض المستثمرين المحليين، اللي مستثمرين في الخارج وغيره، راح يكون لهم استثمارات ومشاريع كبرى ناجحة بالكويت. وشفنا مثل ما قلت لك، احنا شفنا كثير من مشاريع دارها القطاع الخاص. كم شركه كويتيه قاعد تدير مشاريع كبرى في العراق وفي الامارات وفي تركيا اليوم وفي حتى في لبنان وفي مصر. ف يعني في شركات كويتيه تدير مطارات بالعالم، فاحنا عندنا قدره تدير موانئ بالعالم. الشركات الكويتيه قطاع خاص وصل الى مرحله النضوج عالميا، بالتالي يجب ان يكون ناضج محليا. نعم دكتور، سؤال اخير، تنويع مصادر الدخل. الآن الدول أكثر حتى الدول غير النفطية تعتمد على موضوع تنويع مصادر الدخل. الآن في مرحلة إحنا في رؤية مستقبلية اقتصادية كويت جديدة 2035، مع موضوع أن إحنا نسعى إلى تنويع مصادر الدخل، كيف نوفق ما بين الأمرين؟ شوف، هذه نقطة أساسية. إحنا كلنا تعرف حاصل نفسنا بكويت كمثال كإكزامبل نقارن فيه، وهذا غلط. لو تأخذ كل حكومات العالم، كل حكومات العالم، شيل دول الخليج مع كم دولة، كل دول العالم ما تاخذ ايراداتها من 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 مثل نفط او غيره. الدول ما تملك شيء، فبالتالي ايرادات الدول تكون مثلا من الرسوم، من الضرائب وغيره. الان احنا عندنا مو صح ان الحكومه تملك نفط وتبيعه، الصح انه يكون عندك قطاع اقتصادي قوي، قطاع خاص قوي، يكون عندك طبقه متوسطه ضخمه جدا، يكون عندك مستوى الدخل في الدوله عالي جدا، وبالتالي انت لما يكون عندك ضرائب أو رسوم الخدمات هي اللي تخلق حق الحكومة الإيرادات، مو نبيع نفط. فالوضع الطبيعي إن أنت يصير عندك يعني تأخذ ضرائب من الناس، بس قبلها عشان يكون عندك ضرائب كافية لازم توفر حق الناس وظائف جيدة برواتب عالية، أوكي، يخلقها القطاع الخاص. لما تكون عندك المنظومة هذه 100% راح عندك مصادر دخل، لأن أنت راح تأخذ فلوس من الحلاق، فلوس من شركة اللي تبيع سيارات، فلوس من الشركة هذه وهذه وهذه، وبالتالي عندك من كل مكان. دكتور أنور الشريعان، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الكويت، كل الشكر لك دكتور. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، على أمل نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. في أمان الله.